بعض العلماء قال كلمة عجيبة، قال لعل ما يشاهد ويرى من إقبال عظيم على الطاعة في رمضان وليالي رمضان وسكون النفوس وطمأنينتها إقبالها على الخير، لعل هذا من أثر هذا النداء، نداء الملك: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ومن لم تقصر نفسه عن الشر في هذه الأوقات العزيزة والليالي الثمينة فهذا سببه رداء نفسه العظيم، سببه رداء نفسه العظيم وترديها المشين. وإلا فإن مكانة هذه الأوقات الثمينة وشأنها العلي يحرك من لا يتحرك ويغير من لا يتغير إلا ما شاء الله، فإن لهذه الليالي أثر عظيم جداً على نفوس العباد.